اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المشاهدون الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من صباح الخرطوم. دائما نتجذب أطراف الحديث في عدد من الموضوعات مع ضيوفنا داخل استوديو صباح الخرطوم. نتمنى لكم دائما الأمن والاستقرار في هذا السودان الجميل، السودان القادم اللي دائما بنحلم أنه يكون سودان جميل وغني بالموارد بالتأكيد. ودائما بنقول هيا للعمل وهيا للإنتاج، كل واحد في مكانه ممكن يقدم الكثير والكثير لهذا السودان الجميل. لكم التحية، لك تحية روعة وصباح الخير عليكم، منورة صباح الخرطوم. يسعد صباحك والثنائية الجميلة. يسعد صباحك مشاعر، لك التحية والتحية لكل أحبابنا وأصدقائنا في كل مكان. يعني حقيقة صباح الخرطوم دائما بكل الحب وبكل المودة، نقتحم كل البيوت السودانية في كل مكان. لكم التحية، وإن شاء الله دائما كل ما نصبح عليكم نلقاكم طيبين وبخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله يا رب. وزي ما ذكرت مشاعر، حلقة جديدة من صباح الخرطوم، عدد من الفقرات والمواضيع المتجددة. نتناول إن شاء الله عدد من المواضيع بإذن الله، ونبدأ مشاعر بصحافة الخرطوم مصادر هذا الصباح، عدد من العناوين والأخبار الرئيسة. أكيد صحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم بتحمل كثير من العناوين المختلفة، ونبدأ الجولة بصحيفة أخبار اليوم. بيانان رسميان حول الموجة الجديدة لجائحة كورونا ومصير العام الدراسي. احترافات إسرائيلية مثيرة باستهداف قافلة الشاحنات ببور سودان. البرهان يصل أديس أبابا ويزور مدينة داما الصناعية الأثيوبية. رئيس أركان الجيش السوداني توصلنا لنتائج مذهلة خلال زيارة الوفد المصري. لأبرز العناوين في صحيفة أخبار اليوم. نعم، من أخبار اليوم إلى صحيفة صوت الأمة والقومي، الإمام الصادق بمشفى علياء بقرار الأطباء ومشاورات لتشكيل المجلس التشريعي والحكومة الجديدة خلال أيام. تظاهر في لندن ضد التطبيع بين السودان وإسرائيل، وتعرفة جديدة للمواصلات بولاية الخرطوم. أيضا في صحيفة الوطن نقل الصادق المهدي لمستشفى علياء، ربنا يكتب له الشفاء العاجل. أيضا تفاصيل جديدة لمحاكمة علي عثمان محمد طه، زيادة في حالات الكورونا بالبلاد ومجلس الوزراء، صدور قرار بالحظر الصحي، البرهان يسجل زيارة لإثيوبيا، وتفاصيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب المشاركة. نعم، أيضا مشاعر إلى صحيفة القوات المسلحة ومجلس الوزراء، لم تصدر أي قرارات حول جائحة كورونا. ختام ورشة علاقة الدين بالدولة بين الحكومة وحركة الحلو، ونقل المهدي أيضا لمستشفى خاص لمتابعة العلاج. نحن نتمنى الصحة والعافية للإمام، وصحة والعافية للشعب السوداني إن شاء الله بإذن الله، يعني تعدي الجائحة ودون خسائر إن شاء الله. نختم هذه الجولة بصحيفة الوفاق، ونقرأ فيها احتجاجات في عطبرة وشمال دارفور للتنديد بانعدام الخبز والوقود. دفاع متهمي انقلاب الإنقاذ، الجلسة المقبلة ستدخل اللحم الحي. نقل المهدي للمستشفى وتسجيل 10 حالات جديدة بكورونا. البرهان يشيد بالمستوى المتطور للقطاع الصناعي. أوبيا كان أبرز العناوين على العناوين في صحيفة الوفاق. وبالتالي نختم هذه الجولة يا روعة لصحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم. تمنياتنا للإمام الصادق المهدي بالشفاء العاجل، ونقول إنه الناس يعني تعمل حسابها يا روعة. صحيح. طالما في موجة صحيح. جديدة صحيح. للكورونا، الاحتياطات الصحية لابد نستخدم التباعد الاجتماعي، الكمامات في أماكن الازدحام، كثير من النصائح والإرشادات الصحية لوزارة الصحة لابد من الاتباع لهذه النصائح. وأكيد هنالك العديد من الأخبار. صحيح. تحيانا دائما للصحفيين ولكتاب الأعمدة. يمكن كمان في شائعات كثيرة جدا ببداية العام الدراسي، لسه ناس يعني ما متأكدين من أنه 200 حيكون بداية العام الدراسي، وما في قرارات جديدة. نحن بنأمل خلال اليوم أو الأيام القادمة يعني تصدر قرارات يعني تكون في صالح الأبناء، في صالح كل الطلاب إن شاء الله. لأنه الناس بتتكلم عن التجميد العام الدراسي
الدراسي والناس في قلق وتوتر يا روعة، في أنه أنا على الأقل أعرف أنه في عام دراسي ولا لا، عشان صحيح. أكون أنا برضو أرتب لي. هو غالبا اليوم هيكون في قرار بشأن المدارس إن شاء الله وبداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله. تحايا الصحة والعافية لكم متابعينا في كل مكان عبر صباح الخرطوم، لحن الصباح مهدى لأصدقاء الصباح وعشاق الصباح. نرجع نتواصل معكم، صباحكم عافية.